شنو يا با شنو؟ ايوه يا ابو حسين بجني ويطلعون شنو مقطوعه. سلامات عبد العزيز سالفه من الساعه من دشنوهم زي كذا يما خفت. لا خفت ما موت من الخوف قاعد اتنافض انا منه. لا بلغت عيونك كذا الا مت من الخوف. لك عيونك الا راسك بعد. ايش فيك عبد العزيز سلامات؟ ها؟ شو؟ تحرك 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 زين تحرك. عدول ايش سالفه؟ النقاش حار. عيونك بلغت الا راسك ما تهمني والله ما تهمني. يعني فكر انت سوي كذا زين وبعدين؟ يلا بعدين اي وبعدين يلا شوف عزيز شو السالفه؟ اصبر شوي اصبر شوي شوي الهيبه مو بالناظره مو بالعين مو بالعين بعد. لا اصبر شوي اصبر شوي شو السالفه مطول يرضيك خلص الماي الهيتر كله في دلال وانا راسي مصدع بسوي لي كم احصل شلون يعني الماي يستحلى وجهه ما خلاني ماي خليه يخلص كلام. انت سمعت من اسمع مني انا شو السالفه يعني قلت السالفه انا راسي مصدع ايه انا متعلم لا قعدت من النوم اجي اشرب شاش انا صحصح نعم بسوي لي شوف شغل على الماي ايه ولا اجي له فاضي استهلك الماي حماده استهلك الماي حماده يمكن الهيتر مال مثقوب منقوب ولا مخروق ولا يعني انت بل ها انا ما افهم انا فكر بل ها معبي وصاخر الماي عدل وين راح الماي يا جاي جيت معبي ما شفت شاي وخلص في الدلال وين عبانا عبانا شو اللي فيه ذي الداله ذي فيه شاي هذا للجميع دام فيه شاي دام فيه شاي اشرب من ذي شاي ليش ايش المشكله شايف نفسك انت عم تشرب على الجمهور دل فيه شاي اشرب اشرب عندك وين فايز ما حار وين بتوديني فيه؟ ايه شو السالفة؟ اكبر؟ اكبر من الشاي واكبر ايه انا كاتب قصيدة اليوم في الواتساب اي مديح لك ايه يقول هذا الشعر انا مهمني الشاي ولا ابي شاي ايه انا يهمني ليش تمسخر على القصيدة؟ ايه قصيدة ايه ما يصلح بعد بانه لي هيبه ايه ولا بهم من حماده ولا اشكاله صح 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 عرفت بس انت قبل لا تقدم حماده يا ابو عبد العزيز اي حماده اللي تمسخر على قصيدتك الواتساب اليوم بعد من ذا كل الشباب ضحكوا والله العظيم شو اللي ضايع شو اللي فينا ابو عبد العزيز كفو كفو عبد العزيز ادبهم يدبهم ادبهم عبد العزيز ادبهم وين بتوديني؟ رايك هيبة؟ هيبة انا خفت. عدل شغلك يا عبد العزيز عدل ايه؟ انت بتعدل؟ اي ما يجون الا بالعين الحمراء. اي كفو والله. شيء ثاني بعد؟ لا حبيبي تسلم تسلم. اكيد. راح اشرب شوي الحين راح حبيبي راح. رضي. بعد وحده؟ حبيبي بعد عمري والله. والله لو خير ما حديته على خير. منه شر اقصى؟ ما تدري. اسعد الله مساكم بكل خير وقرارات ملكية اليوم. الله يطول بعمر خادم الحرمين الشريفين. وسمو ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان الملهم القدوة امير الشباب صاحب الرؤية. احنا محظوظين كشعب بقيادة امثالكم. الله يطول بعماركم ويسدد خطاكم ويغفر ويرحم للمؤسس ابونا الملك عبد العزيز اللي اسس هذه البلاد العظيمة ويغفر لجميع ابنائه اللي على مر سنوات قدتم بلادنا خير قيادة ومن تقدم الى تقدم ومن ازدهار الى ازدهار المشاعر فياضة يا جماعة الخير. اي والله هنيئا لنا فيكم
وإن شاء الله أنه إحنا شعب طيب والله يحبنا عشان أعطانا قيادة مثلكم. الله يغفر للملك عبد العزيز ويطيل في عمر الملك سلمان وسمو ولي عهد الأمين وسمعا وطاعة سيدي.